حلقتنا بتكفي وبستقبل السيد فيليب حنان مؤسس ورئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني. اهلا وسهلا فيك استاذ حنان. وبستقبل السيد برهان قريطم الامين العام للمجلس الوطني للعلم اللبناني. اهلا وسهلا فيكم بإلك. الموضوع مهم والفكره كثير حلوه وبتهم بعتقد كل مواطن لبناني وبعتقد كل مواطن حتى وين ما كان حتى ينعدوا من هالفكره. كيف خلقت استاذ حنان فكره المجلس الوطني للعلم اللبناني؟ اي اولا ميرسي لاستضافتنا بالام تي في. الفكره خلقت، نحن بتعرف الاغتراب، كلنا سافرنا واضطرينا نتخصص برا وندرس برا، وبجولاتنا في العالم كنا نلاحظ دائما الاعلام منتشره وين ما كان، في حس بالانتماء، حس بالفخر، حس بالوطنيه. وكيف بيعلموا اولادهم من هن وصغار تقدمه الولاء للعلم قبل ما يبدا نهارهم بالصف. فمن هون طلعت الفكره، وحسينا انه في نتفت شعرنا بتقصير شوي بخلق هالحس الوطني في المجتمع اللبناني، فقلنا بركي نبدا شيء نقدر نركز على الولد الطفل ما بين الأربع و14 سنة تا يكون في عندهم هذا الحس. بشقين، واحد هو نشر العلم ورفرفته في المناطق اللبنانية كافة لكل المواطنين يحسوا بفخر، خصوصا الولد منهم، والشق الثاني هو الثقافة منه. حلو استاذ قريطم، هالكتيب الموجود معي يلي عنوانه للعلم للعلم ليبقى الوطن، هو كتيب مهم بيختصر تاريخ العلم اللبناني. بنعمل جولة بشكل العلم أو شكل الأعلام يلي وجدت بالمناطق اللبنانية لنوصل لعلم الاستقلال، بالإضافة لإرشادات وتوجيهات واقتراحات مهمة للأجيال الحديثة. كمان كيف خلق هالمشروع وعمليا شو أهم النقاط يلي بيتضمنها والمستندات كمان والمعلومات التاريخية؟ هو مثل ما عم نقول العلم رمز. نعم. وحبينا نحن نضوي على تاريخ الرمز ونأكد ليش وصل العلم اللبناني لشكله الحالي. وبكل عبر الأجيال كان في أعلام مختلفة بلبنان اللي لها علاقه بالاوضاع اللي كانت سائده بالبلد، يعني من ايام متصرفيه حتى قبلها الى ايام الانتداب الى العالم الحالي. وهيدا اخذ منا جهد وبحث تاريخي معمق لقدرنا وصلنا لهالمعلومات المقتضبه الموجوده بالكتاب. في عنا اكيد معلومات اكثر، بس حبينا نضم هالمعلومه لهالكتيب اللي عاملينه لنورجي انه العلم هو هالرمز اللي تطور مع الزمن ووصل لشكله الحالي اللي كنا بنعتز فيه. فهيدا موضوع الكتيب. هلا الكتيب بحد نفسه كمان غير اهداف المجلس ونظرته المستقبليه بيكون مستند خرج واحد يكون عنده اياه بالبيت، بالمدرسه، بالمكتب، لانه عنده يحتوي معلومات كثير اللي هي قيمه باعتبار بما يتعلق بهذا الموضوع. يعني ممتاز استاذ حنان، في مشروع مرتبط بهالكتاب يلي بيتضمن مثل ما قلنا اقتراحات مرتبطه بالحاله الوطنيه عند الشباب، بالاضافه لبروتوكول العلم يلي كمان مهم. في اقتراح انه يوصل او مشروع انه يوصل للجيل الناشئ بصف تربيه معين؟ طبعا البروتوكول اللي مذكور في المجلس بالكتيب هو بروتوكول اقتراحات، هي على امل انه بركة الدوله تتبني وتضيفه على الماده الخامسه من الدستور. كيف نتعامل مع العلم، كيف نرفع العلم في مناسبات ان كانت رسميه او غير رسميه، كيف بيتعلق من المباني، كيف بينرفع على الساريه والى ما هنالك، وكيف كمان الولد كيف يهتم بالعلم، كيف لازم يمسكه، كيف لازم يتعاطى فيه. وفي كمان بروتوكول كيف ينطوى العلم بشكل رسمي في مناسبات ان كانت لشهداء او اي او بدك فقط تعرف تطويه، يكون في له طويه خاصه كمان مذكوره في هذا الكتاب. نعم استاذ حنان واستاذ رايتم، شو اللي حمسكم على المشروع؟
يعني كيف عمليا قلتوا انه هيدا العلم لازم نحميه، هيدا العلم هو الرمز، هيدا العلم هو اللي بيوحدنا، كيف يعني كيف خلقت عن جد بصميم قلبكم هالفكره استاذ حنين؟ اي هو العلم برفرفته الدايمه، فكرنا انه كيف يستمر لبنان في ديمومته اذا ما قدرت تخلق حب في العلم واحترام للعلم. فنعتبره انه هذا هو علم، رمز الفخر، رمز الولاء للعلم، رمز التسامح، رمز التعايش، رمز المصالحه. فكان تسليط الضوء فقط اولا واخيرا على العلم، لذلك عم نشجع عده جمعيات ومؤسسات حتى ترفع اعلام ضخمه بكل المناطق، في منهم ندعمها، في منهم في عندنا مشاريع خاصه كمان لنا، على امل انه الكل يحسوا بهذا النوع من الانتماء والفخر، ولعله بعد 10-20 سنه يكون عندنا جيل عنده حس بالفخر والانتماء والمسؤوليه اكثر من الاجيال السابقه. استاذ ريتم، عم تتواصلوا مع الاحزاب؟ في كثير اوقات بكل اسف بنشوف علم الحزب قبل علم الوطن، وبنعرف قد ايه كان عن قصد او عن غير قصد، يعني نحن ما عم ندين حدا، بس بنعرف قد ايه الاحزاب لها تاثير على الجماهير وعلى قسم كبير من الشعب اللبناني اللي بيتبعها وبينتمي لها، فهل عم تتواصلوا معها لحتى تسوق لها الفكره الوطنيه المهمه؟ نحن اكيد بنأكد انه نحن غير معنيين بالسياسه الحزبيه على كافه انواعها، يعني نحن عمل وطني صرف، ما لنا علاقه بالسياسه بتطورها الموجود بلبنان، ونتعاطى ونمد اليد للجميع، يعني ما عندنا هدف معين لاحزاب معينه او مناطق معينه او للاسف مذاهب معينة، يعني فاتحين يدنا للجميع. بالوقت الحاضر أول أعمال عم نقول فيها هو التواصل مع المدارس، ومع وزارة التربية أعطينا فرصة أنه نبلش بثلاث مدارس بالتعليم الرسمي، لا نحط أعلام بالصفوف بكل صف بالمدارس الرسمية، هدول ثلاثة على امل انه هالعمليه تتوسع اكثر بالقطاع بالتعليم الرسمي وتمتد للتعليم الخاص، ونحن على اتصال بالمدارس، عده مدارس بالقطاع الخاص. هاي واحد. اثنين، من اهدافنا نحن انه يعني مش نحن بس اللي لازم نقوم بهالعمل، نحن متطوعين، نحن نعتقد بقوه باهميه هالرمز و بفكرة المواطنة اللي هي تتبع هالرمز. فنحن اليوم بصدد إنشاء مجلس أمناء اللي هو أكيد غير مسيس، اللي عنده علاقات مع الجميع بكل المناطق، والجميع أكيد تعني على جميع الأسس الاجتماعية الاقتصادية والسياسية. ونحن بصدد كمان إنشاء مراكز للمجلس بالمناطق اللي متطوعين بالمناطق لحن يكونوا على تواصل معنا، نكون على نفس المنهج ونفس الفكرة لنشر هذا الهدف بجميع المناطق اللبنانية. يعطيكم ألف عافية على هالمشروع عن جد المهم، مثل ما قلت يمكن أفضل نبلش بالمدارس لأنه هونيك الجيل يعني بيشرب كل هالأفكار، وطالما العلم قدامه صح. رح بيكون الوطن صح. بقلبه. رفعتوا أكبر علم بلبنان بمنطقة فيلوغا، نحن رح نشوف بعد شوي أكبر علم الفيديو. في جبال لبنان، في جبال لبنان، في جبال لبنان بين قدس فيلوغا. صح، حلو كتير. ليش اخترتوا فيلوغا بالذات؟ هي إحياء لذكرى الأبطال اللي رفعوا العلم سنة 43 ب 23 سبتمبر أيلول، وكانوا تحدوا وقت الانتداب الفرنسي ونزلوا العلم وطلعوا علم اللبناني لأول مرة على الأراضي اللبنانية. فإحياء لذكرى هذه الأبطال حبيت دائما كل سنة يكون هذا العيد، يعني الكل يعرفوا فيه. نعم، نحن عم نشوف هالمشاهد الحلوة لأكبر علم تنقل على جبال لبنان، بما أنه على الساحل في علم كمان كبير بعتقد
على مستديرة الصالومة. حلو كثير مشهد العلم اللبناني عم بيرفرف، مش هيك؟ رائع رائع. ومثل ما قلنا انه يعني احترام العلم يلي هو رمز البلد هو اساسي، واحترامه من احترام البلد. مشان هيك بلبنان نحن عندنا عيد للعلم بيسبق. هو ما يجمع اللبنانيين تحت هذه الراية. حلو كثير، ويمكن بس نتلاقى حول اللي بيجمعنا بتهون الخلافات او على القليله بنقرب من فكره انه نلاقي لها حل. انا بدي اشكر حضوركم معنا ونحيي هالمبادره المهمه يلي عن جد انتم من كل قلبكم عم تشتغلوا لها وعم بتجربوا تنشروها بكل لبنان. اذا أكيد. عندكم اي كلمه اخيره سريعا. بدنا نشكر الام تي في مره ثانيه ورئيس مجلس ادارتها الاستاذ ميشيل مور اللي اتاح لنا الفرصه انه نفسر عن مشروعنا يلي بنتمنى الكل يواكبونا فيه. يمكن كلمة أخيرة بس إنه ب 24 شهر 24 سبتمبر رح يتم رفع العلم مرة ثانية بفلوغة بالتعاون مع البلدية، والدعوة عامة للي بحب يحضر أهلا وسهلا. هذا وقت عيد نعتبره لتأكيد على مبادئ المجلس ورمزية العلم اللبناني. ممتاز، والام تي في هي بعتقد الاحب على قلبها انه يكون هالعلم دائما مرفوع ودائما جامع اللبنانيين. مشان هيك هي بتعطي كل هواها لكل مشروع وطني قادر انه يغير ويخلي لبنان بالصوره الاجمل. انا بدي اشكر حضوركم، حيي كمان كل يلي عم يشتغلوا معكم على هالمشروع الوطني والبناء. اهلا وسهلا فيك. شكرا. حلقتنا لليوم رح تتابع بعد شوي مع واتس كوكينج وشيف ايدي. اكيد رح نعمل قبلها جوله على برامج الام تي في لليله. بذكركم بميوزيكال رح نعمل تحيه للفنان اللبناني الكبير سمير يزبك ضمن سمير يزبك في البال، وضيفنا باخر الحلقه هو الفنان شربل روحانا. ما تنسوا مشوارنا لليوم على ارطبه، خليكم معنا.